الآن هذا وحصرياً من والدتها المناسبة تخرجها وحصولها على البكالوريوس في تخصص الرياضيات. جديد الزفات والشيلات هجز القواسي باسم الجوهرة تنقل تخرج هذي بنت ويفع راعي الطيب وخصى تخرجت من بعد التعب والليال طوال وفيك الشعر اليوم غنيت الأجزالة هجز على القوافي باسم الجوهرة تنقل هذي بنت ويفع راعي الطيب وخصلة تخرجت من بعد التعب والليال طوال وفيك الشعر اليوم غنيت الأجزالة نبارك لك التخريج يا من سراع الفاضل ومن هالة الأعلى والسعد راهي ظلالة تخرج شلالة تفتخر والفخر منها تغني